ذكر الصحافه ديال مزاغون في الجديده قداميه الصحفي بينات هذوك السكرينات اللي بكات عليهم وتهموني في الوطنيه ديالي وداروا ليا حتى لهنا ما كاين مشكل. حنا ضد اي انسان تيمس بالحياه الخاصه الافراد وتشير بهم. اسامه من يطلع على السكرينات اللي صيفطات له هاد السيده غيلقاو فوتوشوب. منين غيلقاو فوتوشوب غادي يتصل بها عاوتاني من باب الصداقه والاحترام غيقول لها شوف السعيده راه هادوك السكرينات اللي صيفطت ليا راه فوتوشوب. اذا هذاك السيد ماجد هادي تسوليه واش بصح كان مع داك الهاكر السعودي اللي هضرتي لي عليه واللي استعنتو به بالاول اللي كنكذب عليك لان راه ما يمكنش هو راه ماشي دخل له كونت ديال الحياه جبران ما قدرش يدخل ليه لان اسامه ماشي الخدمه تاعو اخترق لي كونت. اسامه من بعد غادي نشرح لكم شنو هي الخدمه ديالو بالضبط. منين قال لها بحال هكذاك هي اتصلت بماجد وهما كانوا ديك الساعه كي ماجد قدام المحكمه قالت لها حنا كنا دايرين غير متفقين انه ماجد انه يدعي ان الحساب ديالو تخترق ولعبوا على اسامه باش حنا نطيحوه في اش ما ديناش. هاد السيده من اتصلت بماجد بزز باش جاوب اسامه قال له اسامه انا اطلب منك واحد الحاجه انا تنقول لكم ان السكرينات فوتوشوب الى الحساب ديالك تخترق ولا مشالك عطيني غير الميل ديالك واعطيني لو مود باس انا غادي ندخل لو كونت ديالك وغادي نقول لك منين تخترق وكيفاش تخترق ونثبت لك ان داك الصور ما عندهمش علاقه بهذيك السيده راهما فوتوشوب. تهرب منه ما بغاش قال له لا سيدي ما غاديش نعطيك انا الميل ديالي على حساب انني لا راه انا الحساب تاعي تم الاختراق ديالي يعني ما عطاوش. ومن لهنا بدات تشك فيه سعيده شرف ولا بديش نقولوا تتشك فيه لان من بعد قالت لك لا حنا غير درنا بياج باش نقولوا لي راه ماشي باش نشوفوا واش يقدر يدخل داك الحساب واش هو قادر عليه. كيفاش دخل اسامه في هاد المساله هذه؟ اسامه نهار اللي رجع الحساب لسعيده شرف ولا معروف على سعيد اكيد لان هي من موراها مباشره دار تصريح للقنوات على ان كاين واحد السيد سميتو اسامه جامي كاين في اكادير هو اللي عاونها ترجع له الكونت ديالها. يعني اي انسان عنده علاقه بالمجال الفني حاول يتصل منهم اصدقاء ديالها اتصلوا باسامه كاع اللي مشى له الكونت ولا تيتصل باسامه باش يرجع له الكونت ولا اسامه تيدير جوج ديال الحوايج استرجع لي كونت وكيما صرح وكيما الحقيقه ما كانش يتخلص عليه اللي باغي يعطي فلوس يعطيهم ولكن علاش كان تيتخلص ولات عنده اداره الحسابات وانتم كلكم عارفين اداره حساب على الانستغرام ولا سناب شات باش تزيدوا العدد ديال لي لايك والعدد ديال فلاورز راه تيخلص عليه يعني في المقابل هو راه غيعاود يتخلص عليه هي ولا لا يعني ماشي مجاني ولكن بالقبول ديال هاد الاطراف هذا هو اللي كاين. معليش من بعد سيدي غادي تعرف غادي يجيه دعوه فواحد الحساب ديال واتساب جالس بحال جروب واتساب جاتو دعوه من جروب واتساب حتى تما سو كاينه غلامور هي معروفه ولكن ما معروفاش كمتابعه جوج الحين يعني انا صديق ديالي ما عنده حتى شي متابعه وتعرفت عليه وصيفط ليا انفيتاسيون على جروب هادي نستجب وغادي نسولو ديال اش هاد جروب اش يدير اسامه قبل الانفيتاسيون ديال جروب واتساب اللي صيفطتها له سكينه دلامور من بعد ما اتصلت به حتى هي رجع للحساب ديالها من بعد ما عرفتو عن طريق هذاك الشيء اللي قالت عليه سعيده شرف واللي الا شدت به لقى راسو في جروب واتساب فهاد جروب واتساب تيقولوا تلقى واحد رقم اجنبي مكتوبه فيه حمزه موبيبي حتى لهنا ما كاين حتى شي متابعه لهاد لوكونت تاع حمزه موبيبي ولكن كان الحساب ديال حمزه موبيبي ولا تيتعرف من بزاف ديال الناس وكانوا بزاف ديال الناس تيدخلوا ليه وتيطلعوا عليه وابوني فيه وبزاف ديال الحوايج لان حتى لهنا ما كايناش متابعه جنحيه لا جريمه ولا عقوبه الا بنص الناس تيتعاملوا مع حساب. الغريب ان اسامه من يتعامل مع هذا الحساب ديال واتساب منين رد البال ان كاين واحد السيد سميتو حمزه موبيبي قال للغلامور قال ليها شكون هو مول هذا الحساب علاش هذا اللي كاين معنا في الواتساب في الجروب سميتو تا هو حمزه موبيبي قالت له لا راه لا علاقه لي هذاك بحب حمزه موبيبي. الجروب هذا الجروب اللي في واتساب اللي حتى من يطلعوا على التليفون ديال اسامه وعلى البيسي ديال اسامه راه عنده علاقه غير بهذا الحساب هذا واش هي المهمه ديالو العدد ديال الناس اللي تيبلغوا على تجاوزات اللي تتكون في الانستغرام وفي سناب شات.